ظن باللي شبيبة الثورة اليوم راهي ماشية تشرف الجزائر وطنيا وترفع الراية الجزائرية عاليا. شبيبة الثورة اللي كانت عند خدات شوية خبرة في هذه المنافسة في كأس الكونفدرالية الإفريقية، اليوم ماشية عن مرورا عن تونس، تونس الأبيجون، من أبيجون ياماسكورو وين راح نلعبوا مباراة مع سبورتينغ غانوا اللي كان عد لعبنا لها ديجا وكانت عندنا مباراة معها وين أقصيناها في رابطة الأبطال. شبيبة الثورة اليوم راه يتعول العودة بنتيجة إيجابية على الأقل، لا قبل مباراة العودة على الأقل تكون كهدية لرئيس نادي لشبيبة الثورة اللي كان وين كان ضغط كبير وصرح أنه استقال بسبب أحداث أخيرة مؤسفة وللأسف ما تشرفش ولاية بشار وما تشرفش المجهود الكبير اللي قدمه هذا الشخص زرواطي محمد للفريق والولاية كأجمع من تنمية ورياضة. أنا نظن باللي راح يكون أجمل هدية للرئيس النادي هو العودة بنتيجة إيجابية والعودة بزاد كامل، ولما لا العودة لرئاسة الفريق سيد محمد زرواطي إن شاء الله. زير تيب أول قناة إلكترونية في الجزائر.